نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. انطلقت في مدينة كريت مبادرة توزيع سلة غذائية بين العوائل المتعففة ضمن الحملة التي أمر بها النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد القيادي في تحالف القوى وبإشراف الأستاذ شهاب الجبوري لمساعدة العوائل الفقيرة، وشملت مركز المدينة وحي القادسية وديوم. وتأتي هذه الحملة من الإجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا والتي أدت إلى تقييد حركة العوائل. وثمن المواطنون المتابعة المتواصلة من قبل الدكتور أبو مازن والوقوف على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم الأساسية من خلال معايشته لأوضاعهم الإنسانية. نشكر أبو مازن على هالمبادرات بهالأزمة، وبارك الله بيه، وإن شاء الله الله يخليه فوق رؤوسنا ذخر. الله يخليكم، الله يحفظ أبو مازن وأنتو والجهود الطيبة، ورحم الله والديكم على هذا الجهاد الحلو. وإحنا إن شاء الله هاي شدة وزول بحيل الله، ورحم الله والديكم، والشكر لأبو مازن ألف مرة. أشكرك أبو مازن وممنونة من عندك، ورحم الله والديك، يا رب ويحفظك لنا، وإن شاء الله من عمرنا على عمرك بجاه الرسول، بجاه الشهر الحلو، بجاه الأشهر الكريمة، يا رب يحفظكم الله ويخليكم، يا رب ويحفظكم لنا يا رب، ويخليك إن شاء الله دخر لنا. نشكر الدكتور أبو مازن ورحم الله والديه وبارك الله بيه على جهوده هذه الطيبة. نشكركم اخوي استاذ اليوم المساعدات من جهودكم وجهود الطيبين، ونشكر ابو مازن على كل يوزع الفقير والمحتاج. نشكر الزعيم ابو مازن، الله يخليه للفقراء وللمساكين وللمحتاجين، والله يطول بعمره. وهو سباق بالحقيقه، هاي مو اول مره ولا اخر مره، يعني مساعداته النظرة الأبوية للعالم المحتاجة وللمتعففين وللي محتاجين يعني خيرة سابقة ومو غريبة عليه، يعني ولا أول لا أول ولا آخر مرة. الله يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم يا رب من كل مكروه بجاه محمد، ويكف هالمرض عن الإسلام يا الله يا رب. نشكركم على هذه المبادرة الطيبة، وأزمة إن شاء الله هذه وتعدي على محافظتنا العزيزة، بارك الله بكم وجهودكم مشكور. رحم الله والدي، الله يحفظه إن شاء الله ويبارك به. يلا احنا نشكر أبو مازن إن شاء الله، ممنونين منه وممنون إن شاء الله يطول عمره دوم إن شاء الله للشعب. ريته طيب ان شاء الله يحفظه، حفظه الله ان شاء الله ويستر عليكم وعليه.